ماما رجعت؟ لا لسه، اطمني. طب المهم نايمين وحياتك يا دادا، ما تقوليلهاش ان انا خرجت عشان انت عارفه هي بتزعل قوي لما بروح عند عم يوسف. لا ما تخافيش، انا مش هقول لها. بس الاستاذ يوسف ليه فيكي زي ما هي ليها فيكي بالظبط، وانت كمان لازم ترضيه عشان ربنا يرضى عنك. ربنا يخليك يا دادا، انا مش عارفه من غيرك كنت عملت ايه. يا حبيبتي ربنا يخليكي انت وتفرحي بولادك. قادر يا كريم؟ طب هدخل بقى اشوف الولاد. الولاد الست منال نيمتهم في اوضه الست سراي. هي منال هنا؟ ادخل. مساء الفل على الجميل. اهلا، ازيك يا بلبل؟ ازيك يا منال؟ مالك يا حبيبتي؟ اخبارك؟ الحمد لله كويسه. شكلك مش عاجبني، في ايه؟ ايه يا نبيله، وانت كل ما تشوفيني اليومين دول تقولي لي شكلك في حاجه. لا لان شكلك مش طبيعي، انا حاسه ان في حاجه. فيك ايه يا منال؟ اه تصدقي معاكي حق والله، انا حاسه زي ما يكون كده ان انا داخله على دور انفلونزا جامد قوي. لا دي مش شكلها انفلونزا خالص. طب ايه رايك بقى، انا هاخدك لدكتور بنفسي سواء وافقتي او ما وافقتيش. لا دكتور، لا اصل يعني. في ايه منال؟ مالك اتخدتي قوي كده ليه؟ اصل انا بابا خدني للدكتور. بابا؟ انت من امتى بتتصلي ببابا؟ لا انا بقيت بسال عليه وبكلمه وعلى اتصال دايم ببعض. حتى اساليه على مين؟ دي حاجه تسعدني انك تكلمي باباكي لانك محتاجاه له. والدكتور بقى قال لك ايه؟ قال لي عندي شويه برد في معدتي. منال لو في اي حاجه حصلت يا حبيبتي سامحيني بيها عشان اقدر اساعدك، وخليكي واثقه 100% ان كلامك ده مش هيخرج بره. فعلا محتاجة لك يا نبيلة. كلمي حبيبتي، احكي لي كل حاجة عايزة تقوليها وكأنك بتكلمي روحك. نبيلة انا متجوزة وحامل وبابا عارف. انا مش مصدقة اللي حصل ده يا عمي. وللأسف طلع ولد ما عندوش اخلاق، طلع كذاب وواطي. طب وبعدين ايه العمل؟ اديني مستني رده اشوف هيقول ايه. هيقول ايه؟ ده لازم يتجوزها ورجله فوق رقبته كمان. عموما منال معاها ورقه الجواز العرفي وماضي عليها 2 شهود. طب والورقه دي كافيه يا عمي؟ والله ما انا عارف يا بنتي، دماغي بقت متلخبطه ومش عارف. انا عايز استشير محامي في التفاصيل دي كلها. طب ايه راي حضرتك؟ ما تسأل أخويا أحمد. أنا فكرت في كده، بس المسألة حساسة، أنا مش عايز فضايح للبنت. اطمن يا عمي، أنا هستشيره بس مش هقوله مين هي صاحبة الموضوع. كده يبقى كويس، وكتر خيرك يا بنتي. ده أكيد موضوع خطير جدا اللي يخلي بلبلة القمر تيجي لغاية عندي. في الحقيقة يا أحمد في واحدة زميلة منال وصاحبتها هي دايما بتيجي عندنا البيت. البنت دي عندها مشكلة وهي حكيت لي وثقت فيا، وانا الحقيقه عايزه اساعدها واحللها المشكله دي. وايه هي المشكله؟ البنت دي اتجوزت عرفي وحملت، والواد اللي اتجوزته بيجبرها على انها تنزل الجنين، وهي خايفه قوي وطلبت منه اكتر من مره انه يكتب عليها رسمي، لكن هو مش راضي وهددها لو ما اجهضتش هينكر نسب الطفل ليه، وقال لها انه مفيش اي دليل يثبت انه عمل كده. والعقد ده متوثق؟ يعني ايه متوثق؟ يعني مكتوب على ايد محامي او متوثق في الشهر العقاري؟ لا. طب ماضي عليه 2 شهود؟ ايوه. والشهود دول كاتبين ارقام بطاقتهم الشخصيه او العائليه؟ ايوه يا احمد، انا شفت العقد بنفسي. وكانوا بيتقابلوا فين؟ بتقول انهم كانوا بيتقابلوا في بنسيون. ثبوت النسب هنا سهل ومضمون ان شاء الله ما دامت الورقه موجوده. بجد يا احمد؟ طبعا بجد. القانون رقم 78 لسنة 1931 ينسب الطفل لأبوه بناء على عقد الجواز العرفي. ده كمان هنستعين ببعض عمال البنسيون عشان نثبت ان هو اختلى بيها. الله يطمن قلبك. ياه قد كده الموضوع ده يهمك قوي يا احمد. هي اسمها ايه البنت دي؟ اسمها انا فاكره اهي واحده وخلاص. منال تعالي شوفي
ما جبت لك حاجات تجنن. منال انت نايمه ولا ايه يا حبيبتي؟ موني نقيت لك احلى حاجات في السوق جبتها لك يا منال. مالك يا حبيبتي؟ نوران يا فاطمه الحين يا فاطمه يا فاطمه استنيها يا ست منال. منال وقعت مني الحقيقة. ده الدكتور اللي عيطت في وشنا ده. اجري يا فاطمه يا خراب يا بنتي يا حبيبتي يا بنتي. خير يا دكتور؟ بنتي مالك؟ مفيش حاجه. يعني ايه مفيش حاجه؟ ما طمني يا دكتور. مالك يا مدام سوريا؟ قلقانة كده ليه؟ يعني ايه قلقانة كده ليه يا دكتور؟ ما انت شايف وشها اصفر زي الليمونة ازاي؟ طب تعالوا بس بره عشان دلوقتي هي لسه نايمة. اتفضلوا. طب اتفضل اتفضل حضرتك. يا رب استر يا رب. اتفضل يا دكتور اتفضل. يا رب استر يا رب. اتفضل. تقدر تقولي في ايه بقى؟ خير في ايه؟ ست منال ست منال ما طمني يا دكتور في ايه؟ معقولة؟ معقولة ما تعرفوش انها حامل في الشهر الثالث؟ أو الرابع كمان. أنا طب يا دكتور اتفضل. شكرا. العفو بس يا ريت تستريح شوية. ألف سلامة عليك يا ماما. الدكتور طمنا قوي وقال إن الحالة بسيطة وهتخف واحدة واحدة إن شاء الله. مش عارفة إيه بس اللي بيجرى لدادا. إيه يا دادا بس في إيه بتعيطي ليه؟ أنت مش سامعة الدكتور بيقول إن الحالة بسيطة؟ مش نقول الحمد لله. الحمد لله. انا رايح اجيب الحقنه الناقصه يا نبيله. طيب يا الف سلامه عليك يا ست مرياض. ربنا يشيل عنك ان شاء الله. انت بس شدي حيلك كده واجمدي. خلاص يا منال بقى اللي حصل حصل. انا السبب يا سوى. انا السبب. لو جرى لها اي حاجه مش هسامح نفسي ابدا ابدا. خلاص بقى يا منال كل شيء اسمه النصيب. ما تعملش في نفسك كده. اللي حصل حصل. نبيلة مامي عاملة ايه؟ كويسة الحمد لله. دادا فاطمة قاعدة معاها في المستشفى وانا اضطريت اجي عشان اشوف الولاد. من بكرة ان شاء الله هبقى معاها. وانا هترضى تشوفني؟ هحاول بكرة اتكلم معاها واشرح لها اللي حصل. هتقول لها ايه؟ هقولها اتجوزت طبعا. اعرفي امال هعمل ايه؟ مش احسن ما تفكر تفكير تاني مش كويس؟ ايوه بس برضو يعني الجواز العرفي اصلا. عندك حل تاني؟ مش عارف. انا ما يهمنيش كل ده. انا عايزه اطمن على مامي. قولي لي الدكاتره قالوا ايه يا نبيله؟ قالوا تعرضت لصدمه جامده قوي وجالها جلطه بس ان شاء الله هتخف. الامل كبير انها تخف وتبقى كويسه. شفتي مش قلت لك انا السبب؟ طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ المهم دلوقتي نحل موضوعك مع اللي اسمه باسم ده. لا المهم ان امي تخف تخف. ان شاء الله هتخف يا حبيبتي. يا ريتني كنت موت قبل ما اعمل فيكي كده يا امي. فينك يا رياض؟ يا ريتك موجود دلوقتي. ما كانش ده كله حصل. وحتى حسام كمان سابنا ومشي. يا ريته ما مشي. يا صباح الفل على اجمل عيون في لندن. صباح النور يا روح قلبي. عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. قولي لي ايه اللي مصحيكي بدري كده؟ طبعا لازم اصحى بدري. مش جوزي حبيبي عنده محاضره الساعه 10 يبقى لازم يصحى يلاقي الفطار جاهز عشان ما تتاخرش. يا روح قلبي ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. طب يلا بقى يا حبيبي قوم خد دش والبس على بال ما اكمل تحضير الفطار. ماشي. ايه يا حبيبي مالك؟ مش عارف صحي كده مخنوق ومتعب. ليه؟ انا زعلتك في حاجه؟ انت؟ ده انا لو زعلت من الدنيا كلها عمري في حياتي ما زعل منك ابدا. لا اصل انا صحيت كده حلمت بحلم وحش قوي ضايقني وخنقني وعكنني. خير يا حبيبي احكيهولي بس الاول قول اللهم اجعله خير. شفت يا ستي اللهم اجعله خير؟ امي مرميه في مكان كده زي ما يكون صحراء وتايهه وعينيها مليانه خوف. حسيت انها مخنوقه مش قادره تتنفس ولا قادره تتكلم حتى. وانا واقف بعيد قوي عماله تشاور لي
وانا مش عارف اوصل لها. غريبه قوي. معلش ما تقلقش، ان شاء الله اول لما ترجع النهارده من الجامعه نتكلم نطمن عليها. اصل انا خايف اقول لك نكلمها دلوقتي، لسه بدري قوي، احسن هم يقلقوا. صح عندك حق، انا برضو فكرت في كده. طب يلا يا روحي بقى، روح البس وتعالى افطر، وان شاء الله لما نكلمها هنلاقي كل شيء تمام. يا رب يا رب يا سلمى.